مرحبا. العناكب الياقوتية أو الروتيلاء الياقوتية بتتميز بلون الأزرق يلي بينشأ عن طريق هياكل صغيرة بشعر هالحشرة. عنكبوت الروتيلاء الزرقاء موطنها ميانمار وتايلاند، ومثل معظم عناكب الروتيلاء الآسيوية تعتبر من العناكب العدوانية والحذرة يلي بتحب العزلة. نرجع لأخبار طقسنا، فبعده صيفي عادي وصحو ومستقر بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمي حار نسميا بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعدها مكملة بارتفاعها تدريجي، حتى عم تصير أعلى معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم تكون جنوبية غربية معتدلة خفيفة السرعة، عم توصل ل 11 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح من 35 و65%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 27 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون صحو ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل لل 34 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. مكفي صحو ومشمس بالسويدة، ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعة بين 17 و33، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم توصل ل 26 درجة، وطقسنا مكفي صحو ومشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماة طقسنا عم بيكون صحو ومشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 16 العليا 32 درجة بحمص، وبحما درجات الحرارة عم توصل ل 33. كيف عم يكون الجو على الساحل؟ بطرطوس واللاذقية عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 18 و28 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم توصل ل 29، وأيضا طقسنا مكفي غائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون صحو ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 17 و32. أما أخيرا فرح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جونا عم بيكون سديمي، ودرجات الحرارة عم توصل ل 36 درجة، وبالحسكة درجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 19 العليا 33 درجة. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 22 و37، وطقسنا مكفي سديمي. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس هالأسبوع انطروني بكرة. باي.